وقفلت السكة. وقفلت السكة يا فندم. بس أنا حسيت بحاجة يا فندم. حاجة إيه؟ إنها رفضة ده كله. يعني إيه؟ رفضاه يا سيد عزيز، رفضاه خالص، مش مصدقة. أنت معاكي حق طبعا يا شريفة. تفتكر في حاجة ورا الحكاية دي؟ الله أعلم. رفيق. نعم. أنت ليه مش عايز تتكلم معايا في الموضوع ده؟ لأن كل ما بتكلم معاكي في الحكاية دي بتزعلي. طب حطي نفسك مطرحي. شريفة، أنت لازم تواجه الواقع من غير خوف. الواقع؟ أنت يعني شايفة إن اللي بيحصل ده طبيعي؟ والله ما أنا عارفة. لأنك مش عاوزة تعرفي، عشان اللي بيحصل ده مش طبيعي ومريب كمان. طيب ايه اللي يجبره ان هو يعمل كده؟ لانه مش قادر يواجهك بالحقيقه. طب قولي اعمل ايه؟ ولا حاجه، تواجه الواقع وتسلمي امرك لله. لا اله الا الله، بس قلبي مش مطوعني. انت معاكي حق، لكن مواجهه الواقع هتخفف عليك الصدمه لو اكتشفتي الحقيقه في يوم من الايام. يعني لو اللي اسمه سهيل ده كلمني او جاب لي جواب ما استلموش؟ ما ترد عليا يا رفيق. مش عارف حقيقي، مش عارف يا شريفة، وارجوكي ما تسألنيش سؤال زي ده تاني. يعني دلوقتي أنا إذا اتكلمت مع دانا وإيزاك وحسيت إنه بلغ أو حسيت بأي نوع من أنواع الخطر أنفذ الخطة فورا بدون تردد. الخطة طبعا قدامك واضحة، والباسبور اللي معاك مش مزور، ويمكن بعد ساعة بالكتير هتكون عبرت الحدود للبنان، ومن أول تليفون يقابلك تطلب النمرة اللي معاك. في أي وقت؟ في أي وقت، بالليل أو بالنهار. واللي هيرد عليك تقول له الجملة المتفق عليها، يقول لك هتعمل إيه بالظبط. قبل مرور 24 ساعة هتلاقي نفسك في مصر. طب افرض اني ما قدرتش اعبر الحدود للبنان لاي سبب من الاسباب؟ عندك الخطة البديلة اللي تخرجك من اسرائيل للضفة الغربية. انا مش محتاج اقول لك ان احنا مش مستغنيين عنك. وبالنسبة للفلوس؟ شوف، بخور شطريط لا، بخور شطريط ده طمن من ناحيته، لان بخور شطريط مش محتاج لاي نوع من انواع الفلوس. لاحظ ان بخور شطريط هيبقى مفيد جدا لينا من موقعه ده. ما انا قلت لسيادتك بخور شطريط بعد الكاس الثالث ما بيعرفش هو بيقول ايه بالظبط. انت متاكد طبعا من الكلام اللي بتقول؟ اه طبعا متاكد، وعملت له كذا اختبار، لقيته الصبح ما بيبقاش فاكر هو قال ايه امبارح بالليل، الا بقى اذا كنتوا عايزين تدفعوا لي تمن الازايز اللي هيشربها. طيب تفضل الشركه ودان وايزاك. لا خلي عنكم الشركه، الشركه الحمد لله دلوقتي مغطيه نفسها والحمد لله بتكسب كويس. انت مش ملاحظ انك انت مستعجل حبتين؟ وانت مش ملاحظ سعادتك انك ناسي حاجه؟ ناسي ايه؟ اني يهودي. لاحظ انك ممكن تتزنق وتحتاج لفلوس. انت لسه قدامك تذاكر طياره ورحلات واكراميات. انا جايب لسعادتك معايا الكشف زي اللي قدمته للضرايب هناك في اسرائيل، ومعاه ترجمه باللغه الانجليزي لانه طبعا مكتوب بالعبري. محتاج سعادتك فيه ان الحمد لله دلوقتي الشركه مغطيه نفسها وبتكسب كمان. طيب يفضل دان وايزاك. ايوه دول بقى اللي احنا ممكن نتكلم فيهم. افتكر دان يحتاج لكام كل شهر؟ مش عارف، مش عارف سيرينا. كلارا طلبت منك حاجات معينة دان؟ افهميني سيرينا، كلارا ما طلبتش مني حاجة، ولو طلبت مني حاجة مش هتطلب غير اللي أنا أقدر عليه. بس أنت صرفت في قبرص مبلغ كبير. أيوه أنا لو كنت قلت لها إن أنا ما عنديش فلوس ما كانتش طلبت حاجة. طب ما تقول لها الحقيقة وتريح نفسك دان. مش قادر، مش قادر سيرينا. أنت عارفة إن كلارا بترضيني، وأنا كمان لازم أرضيها. انت عاوز فلوس دان؟ لا لا لا، انا مش محتاج فلوس. طب ايه اللي مضايقك؟ انا محتاج اتكلم، بس محتاج لصديق اقول له ايه متاعبي. عن اذنك سيرينا. دان بالنسبه لايزاك بن عمتاي
كفايه عليه مرتب سجانه له في جيش الدفاع، يعني مع بعض المكافئات لو جاب حاجه عليها القيمه. افتكر ده كفايه على واحد مقامر زيه؟ يعني لو احتاج الامر لحاجه هتصرف انا وبعدين نبقى نتحاسب. ما تنساش يا ديفيد، مفيش داعي للاستعجال. ما تخافش يا سيد نديم. اطرق الحديد وهو ساخن. حاضر. الحديد وهو سخن بيبقى طيع. اوعدك. وكتبت جواب للشريفة؟ الجواب معايا اهو. قلت لها فيه انك هتزورها قريب؟ امر طبيعي لاني قلت لها ده في الجواب الاخير. ده انت اتاخرت قوي، ما تنساش ان عندك ميعاد بكره بدري في الادرياتيك. ده مش بس كده، ده انا لازم ارجع بكره كمان. يا هديت مردخاي، اخبارها ايه؟ ايه؟ مالك؟ انتوا ما بتنسوش حاجة أبدا. نينو؟ جفرت. إيه نينو في إيه؟ جفرت مردخاي، أنا عايز مقابلة شخصية مع أدون سامحون؟ لا، عاوز حد يساعدني. الشغل بقى كتير قوي. مش قادر تستنى ثلاث أسابيع؟ وليه ثلاث أسابيع؟ لأننا بعد ثلاث أسابيع هنتنقل المكتب الجديد، وهناك أكيد هيبقى في حد يساعدك. حقيقي جفرت؟ هات أنا دخل القهوة، روح لبتوع الحسابات شوفهم عايزين إيه. إيه يا وداد؟ دي جايبة القهوة بنفسك؟ أصل مينو تعبان من الشغل. بيني وبينك معاه حق، الشغل بقى كتير عليه قوي هو لوحده. بس لما عرف اننا هنتنقل مكتب جديد كان سعيد جدا. ايه اخبار مهندس الديكور؟ وعدني انه هيسلم المكتب بعد ثلاث اسابيع. واخبار السواقين الجداد؟ انا شايفه اننا نتفق مع اتنين من العرب علشان مرتباتهم اقل، مش كده؟ دي ناحيه. والناحيه الثانيه؟ العربي لما يلاقي شغل بيبقى متمسك بيه جدا، بعدين هنعرف نتفاهم معاهم بسهوله. اوكي يا هدات، اوكي. اتفقي مع اتنين من العرب بنفس مرتب الاسرائيلي، ده علشان تعرفي تاخدي منهم شغل كويس، في نفس الوقت هيحافظوا على الاتوبيسين وده الاهم. ماجي تورز بوكرتوب راف سيرم بن عمتاي. موجود. دي واحده شوفه، سأل عليك طول الأسبوع اللي فات بإلحاح. ألو، إزيك؟ إزيك؟ ديفيد، يا ترى ممكن أشوفك؟ ممكن نتغدى مع بعض كمان. في كاسيت؟ الساعة واحدة ونص. أوكي يا وداد، أنا هنزل ورايا مشوار وهرجع بعد الغدا في ميعاد الشغل. مش هتكلم ألوف رابينوفيتش؟ ممكن أطلب منك طلب؟ قول أي حاجة. لو سمحتي خليكي بعيد عن علاقاتي مع أصدقائي. أنا عارفة إن كلارا جميلة وكانت مرشحة إنها. يا هدات! أنا آسفة. مش أنا اللي يعمل ده مع أصدقائه. أنا مش قصدي. لو أنا كده يا هدات كنت على الأقل لبيت دعوتك اللي بقالها أكتر من سنة دلوقتي. انا راجع في ميعاد الشغل. ازاي ديفيد؟ ازاي؟ ما انا قلت لك من الاول دور على شغل اضافي. ما هو انا طلبتك النهارده عشان كده. مش فاهم. انا مستعد لاي وظيفه في ماجي تورز، بس بشرط ان ما حدش يعرف. ماجي تورز؟ مش ده اللي انت قلته؟ تفتكر يعني ماجي تورز تحتمل انها تشغل عندها راف سيرن في القوات الجويه؟ خلاص، ساعدني في ان الاقي اي شغل، اي شغل في اي حاجه في اي مكان، بس المهم ان ما حدش يعرف. انت عارف ديفيد، انت عارف. اوكي، انا هحاول، بس ده مش وعد. ارجوك، بس ده ما يمنعش انك تسدد اللي عليك. ها، انت عارف ديفيد. انا عارفه حاجه واحده بس يا حبيبي،
انك استلفت من ماجي تورز مبلغ ضخم ولازم تسدده ولا حط. لا ارجوك ارجوك ديفيد، انت كده تضيع مستقبلي وسمعتي ممكن تتاثر. بس انا كمان يعني اضمن منين ان الاقي لك وظيفه ما حدش يعرف عنها حاجه؟ انت عارف ان لو عرفوا يبقى مشكله كبيره. على العموم ازيك، انت قدام منك مهله عشان تفكر فيها. ارجوك انا محتاج المبلغ ده. هنا انا مضطر امشي دلوقتي لاني عندي ميعاد مهم. كمل انت كمل انت غدا، خلي بيها عشانك. هنا شكرا. الجمهورية طويلة طبعا. عرفتوه ديفيد؟ عرفتوه دان. واضح انك نمت مع ان الوقت مش متأخر. هو ما كانش نوم، ده ما يعني كان كان مشروع في نوم. يا ترى اقدر اجي اخد معاك درينك؟ مرحبا بيك في اي وقت، انما اوكي هكون عندك بعد 20 دقيقة. دان بلاش تروح لديفيد. وبعدين كلارا؟ انا مش عاوزاك تستدين علشان ديفيد صديقي، والمسألة ما فيهاش ان انا ديفيد انسان كويس وانا بحبه حقيقي لانه صديق مخلص، وكل ما يسافر اوروبا يجيب لي هدايا معاه. انما دان انا مش عاوز البروش ده. بس انا عاوز اجيب لك البروش ده كلارا. كده مش هتخليني اقول حاجة قدامك تاني. ايوه انت زعلانة ليه كلارا؟ انا زعلانه لاني بحبك انت، بحبك لشخصك، مش عشان كل ما اقولك ان في حاجه تترجمها لفلوس. لا انا كمان من واجبي ان انا اسعدك كلارا. انا سعيده معاك من غير اي حاجه ده. وانا هبقى اسعد كمان لما اشتري لك البروش ده. ومنين هتجيب فلوس تسدد لديفيد تمن البروش ده؟ كلارا دي مشكلتي انا بقى مش مشكلتك انت. دان داني انا بحبك، انا بحبك ولازم اعبر لك عن شعوري. وانا كمان بحبك قوي ومش عاوزك تستدين علشاني. كلارا لاحظ ان ديفيد مستنيني. قدام قد ايه انا بحبك. ما تنساش يا ديفيد، مفيش داعي للاستعجال، اترك الحديد وهو ساخن. الحديد وهو سخن بيبقى طايع. يا ريتني ما قلت له، يا ريتني ما قلت له ان البروش عجبني. بس اقول لمين؟ اتكلم مع مين؟ تعرف قد ايه انت صديق حميم، وتعرف اكتر مني كمان قد ايه انا عاوز اساعدك. لكن ديونك كترت قوي دان. ديفيد انا مستعد اوقع لك ايصالات بالمبالغ اللي استلفتها منك. بس مش هي دي المشكله ديفيد. انت عارف ديفيد ان انا مضطر ديفيد ان انا اطلب منك القرض ده لان انا وعدت. هتسدده ازاي؟ انت بتشك ان انا هسدده؟ القرض اللي قبله انت عارف الظروف اللي مرينا بيها في قبرص كان شكلها ايه؟ واللي قبله انت عاوز تقول ايه ديفيد؟ عاوز اقول انك يعني لازم تدور على عمل. ديفيد انا حاولت لكن فشلت. دان تعرف الناس اللي زيك عندهم كتير 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 قوي. ديفيد ارجوك
أرجوك بلاش تقول الكلام اللي بيقوله غيرك. أنا ما أخبيش عليك ديفيد إن أنا حاولت أعمل زيهم لكن ما قدرتش. أنا وجدت إن أنا ما أصلحش لأي شيء في الدنيا دي غير إني أكون راجل عسكري وبس. ده شرف كبير ليك. أيوة بس العسكريين في البلد دي ما حلتهمش غير مرتباتهم. شأن العسكريين في الدنيا كلها؟ واقفين بالمرصاد لأي واحد بيحاول يعمل نشاط زيهم. ديفيد أنت صديقي وعارف قد إيه أنا بحب كلارا. وأعرف كمان قد إيه كلارا بتحبك. أيوة ما هي دي المصيبة. مصيبة؟ أيوة. داني أنت ما شربتش إلا يعني. ديفيد أنت مش فاهم. فهمني. ديفيد أنت في عز شبابك. مش ممكن هتقدر تقدر اللي انا بشعر بيه. متهيألي انك بتبالغ شويه. ديفيد ارجوك من غير ما تجرح مشاعري ممكن تساعدني؟ ممكن حقيقي بس مش عارف يعني مش عارف اذا كانت الطريقه دي تناسبك ولا لا. اي طريقه او اي وسيله. اترك الحديد وهو ساخن. الحديد وهو سخن بيبقى طايع. سمعت عن منظمه تعمل من أجل إحلال السلام في العالم كله. منظمة إيه دي؟ أنا معرفش بالظبط ومليش علاقة مباشرة بيهم. أيوة يعني هم عايزين إيه؟ يعني أنت عارف إن الجماعة الرومانسيين دول عاوزين يعملوا على إن السلام يعم المناطق اللي فيها توتر. أيوة يا دعوة للرومانسية صحيح بس في النهاية لا تخلو من نبل. تحب انك تشاركهم؟ ايوه ازاي؟ ابدا شوية معلومات. ايوه يعني معلومات زي ايه؟ معلومات تساعدهم على تحقيق اهدافهم. ايوه يعني اي نوع من المعلومات؟ اكيد مع معلومات عسكرية. ديفيد انت اكيد مش متقدر خطورة الكلام انت بتقوله. بالعكس هو صحيح. انت جننت ديفيد؟ انت طلبت مني اني اشوف لك شغل. ايوه بس مش بالطريقة المخيفة دي. خلاص انسى الامر كله. انسى ازاي انت اللي بتعرضه عليا شيء مخيف مريع. ونوي ديفيد دان انت ليه مش عاوز تقول لي ايه اللي حصل؟ كلارا حبيبتي انا ما قلتلكيش قبل كده انك سرساره؟ دان ما حصلش حاجه كلارا. امال ليه حالتك كده؟ انا بفكر. ديفيد رفض يديك فلوس؟ ديفيد ما رفضش يديني فلوس. انا ما طلبتش منه. انا ما قدرتش اطلب منه كلارا ما قدرتش. امال ليه انت كده؟ انا اسف كلارا. دايما انا مش عاوزه حاجه مش عاوزه غيرك.
سيبناك سن 30 سنة، المهنة عالم آثار، عضو الأكاديمية البريطانية للآثار الشرقية. يعني لو حسيت بأي خطر أنفذ الخطة فورا بدون تردد في أي وقت؟ في أي وقت، بالليل أو بالنهار. طب وإذا ما قدرتش أعبر الحدود للبنان لأي سبب؟ عندك الخطة البديلة اللي تخرجك من إسرائيل للضفة الغربية. كرتوب أدون سامحون. كرتوب يا حدث. مش معقول تكون نايم لحد دلوقتي. في حاجة؟ أوه، في حاجات. في إيه؟ في معاد مع مدير بنك أبو عليم الساعة 10:30، والساعة 11:15 معادك. أوكي. أنا هكون عندك مسافة السكة. خلي بالك، الساعة 9:05 دلوقتي. في حد سأل عليا؟ راف سيرن إزاك بن عميتاي وقال إنه هيتصل بيك الساعة. إذا سأل عليا تاني اديله ميعاد الساعة 8:30 بالليل. الساعة 8:30. اوكي تفضلوا انتوا. نينو ممكن تنتظر دقيقة؟ الو؟ عرفته بجفيرة اهروني. ممكن دقيقة معايا؟ ادون سامحون؟ جفيرة أهروني على التليفون. وصليها بيا من فضلك. ألو ديفيد. ألو سوري. إيه اللي أنت عملته ده يا مجنون؟ تقصدي إيه سيرينا؟
اللي انت عملته مع دان رابينوفيتش. هو قالك ايه؟ مش مهم هو قال ايه، المهم انك تيجي الليلة عشان نحل الموضوع ده. الليلة؟ اذا كنت مرتبط الغي ارتباطاتك. انت عارفة اني ما اقدرش ارفض لك طلب سري. اوروفوار. لان اللي زي سيرينا هاروني بتبقى ثورتهم على الاوضاع سببها رغبتهم في الوصول بالمجتمع الى اكمل صورة. في حاجة بعد كده جفرت؟ لا ميرسي. وهو عايز ايه ده؟ في حاجة مضايقك؟ انت ليه بتقولي كده؟ انت اللي طلبت مني الصبح احدد معاه ميعاد الساعة 8:30 لو اتكلم تاني. وهو اتكلم تاني؟ ديفيد اسفة ادون سامحه، اسفة حقيقي. ادخل نينا. في حاجة تانية جفرت؟ لا تقدر تروح. أدون سامحون. بونوي نينو. أدون سامحون. أنا بعتذر. بس لازم تعرف إني مش أنا السبب. قصدك ايه؟ انت السبب ادون سامحه. ليه؟ انت مش طبيعي خالص النهارده. لو كان في حاجه مضايقك، لو كنت اقدر اساعد قولي من فضلك. هيقول عليك بتاع نسوان وهوائي وملكش امان. اوكي يا وديت. قولي ديفيد بس بشرط. قول ديفيد اي شرط. لما نكون لوحدينا يا وديت. اوكي ديفيد اوكي. ما تنسيش انت من الناس. لا ملاحظة ان في صديق منتظر برا ولا ايه؟ اسفة حالا حالا انتظر لحد ما تخلص. لا روحي انتي وطفي النور وبيقفل الباب. بس انا عايزة انتظر. انت عارفة انا عندي ميعاد بعد ميعاد ايزاك. إذا خلصت بدري هديك تليفون. هنتظرك، هكون في انتظارك. دخلي إيزاك بن عمتاي بعد 5 دقايق. أوكي حبيبي. سام حالا 5 دقايق بس معاه التليفون. Thank you.
تعرف سير، تقدر تتفضل. لا ما اعرفش امتى بالظبط، انما المفروض اني الاقيها جاهزه في اي وقت. انا ما تهمنيش الاسعار بقدر ما تهمني الحاله الجيده. كام؟ اوكي، ولو ان السعر ده يعني فيه مبالغه شويه. طيب ممكن بقى توضح لي اكتر؟ في موديل 58، وطبعا دي لسه جديده، تناسبك قد مسامحون. هتكون جاهزه باسم ماجي تورز في خلال نص ساعه، الزيت والبنزين وكل حاجه. لا ابدا، في اي لحظه. بس في سؤال لو سمحت قد مسامحون، الضيوف هيحتاجوا للعربيه كام يوم؟ 3؟ اوكي، هتكون في انتظارك قد مسامحون. شالوم. أنا جيت حسب الميعاد اللي أنت حددته. أهلا بيك يا زاك. أنا عاتب عليك ديفيد. حقيقي؟ أنا ما بقتش أقدر أشوفك. تعرف أنا مشغول قد إيه. وكمان مكانتي عندك ما بقتش زي الأول. لا أنت بتبالغ كتير قوي يا زاك. اسمع لي دقيقة واحدة. اتفضل. مش عطلتك. لا ابدا. ها؟ ايه الاخبار؟ ده انا اللي منتظر منك اخبار. من انا؟ انت مش وعدتني انك هتشوف لي شغل؟ انا محتاج فلوس باي شكل. ايه رايك في منظمه سريه بتعمل من اجل السلام؟ منظمه سريه؟ هو ده اللي انا قلته بالظبط. ودول عايزين ايه دول؟ ابدا، يعني شويه تعاون. من اي نوع؟
ما اعرفش بالظبط، انما اكيد يعني هيكونوا محتاجين شويه معلومات. عن ايه تفتكر؟ يعني راف سيرن في سلاح الطيران هتكون عنده معلومات عن ايه؟ ايوه، لكن ليه سريه؟ الله، انت مش طلبت مني شغلانه ما حدش يعرف عنها حاجه؟ ايوه، لكن شوف ايزاك، انا ما اعرفش الناس دول صحيح، انما انا اعرف بعض اصدقائهم. انا ما فتحتش حد منهم في الموضوع علشان اذا رفضت يعني ما سببش اي احراج ليك او ليا. ده طبعا ما ينفيش تحت الحاحك المستمر ورغبتي في مساعدتك، يعني قدرت اني اجس النبض وعرفت انهم بيدفعوا كويس. فاهم كام؟ أكيد في ملايين هتندفع رغم التنازلات أو المجاملات الفرنسية في الصفقات اللي زي دي. مش مهم ده سيرينا، المهم إن زيادة التسلح بتزود من حدة التوتر في المنطقة. أكيد، لأن عبد الناصر مش هيسكت. على كل حال مش إحنا اللي بنزود شدة التوتر في المنطقة، إحنا كل اللي نخشاه إن المؤسسة العسكرية تنفذ طموحاتها. أنت مش ملاحظ إن المؤسسة دي ممثلة في قعدتنا الليلة؟ أنا من رأيي إن الموضوع ده لازم نناقشه في الكنيسة بكرة، ولو إني عارفة إن المناقشة دي مش هتكون مجدية. أه داد، ديفيد زمانه جاي. تفتكري؟ أوعدك إننا نصفي المسألة دي الليلة، أوعدك داد. يعني فوق المرتب الشهري أي معلومات في عليها مكافأة؟ المفروض انك كل شهر هتاخد مرتب راف سيرن، ده على المعلومات اللي هتجيبها. لكن اذا جبت معلومات لها قيمتها ممكن يدفعوا مكافآت سخية جدا. الناس دول من اي جنسية؟ في الحقيقة انا ما اعرفش بالظبط، لكن يخيل ليا انهم من اوروبا الشرقية. ايوه بس زيك يعني. طيب انت مش شايف، انت يعني شايف، مش شايف ان الموضوع ده فيه خطر؟ ايزاك، هو يعني شغلك في سلاح الطيران ده مش خطر؟ بس الامر ده محتاج تفكير. خد وقتك ايزاك، أنا آسف لأني عندي ميعاد مهم. عندي سيرينا؟ سيرينا؟ هي دعيتك الليلة؟ لا، بالعكس، اعتذرت لما قلت لها إني عايز أروح عندها الليلة. اعتذرت؟ يمكن عندها ناس مهمين، وأنا كان متهيألي إني حلاقيك عندها. راف سار، لكن أنا مش شايف سبب للقلق. عارف سيادتك إيه اللي مخليني قلقان يا سيد نديم؟ إيه؟ سيادتك مش ملاحظ إن رأفت من يوم ما التقيت أنت بيه في جنوة وحركته بقى لها إيقاع معين؟ إيقاع؟ سواء داخل إسرائيل أو خارجها. قصدك حركته في تكوين الشبكة؟ أو حتى في شركة السياحة. إيقاع، إيقاع مليء بالثقة زي إيقاع الخطوة العسكرية المنتظمة. كان تقديري في البداية إن رأفت مش هياخد وقت طويل
في اختيار الشخصيات اللي هتتعاون معاه. وكانت حجتك انه قضى في اسرائيل 4 سنين كانت كافيه؟ هو ده اساس الايقاع الجديد، وكان لازم دايما احط تصور لخطواته. الشيء الغريب واللي اسعدني جدا ان ايقاعه ده كان متفق مع تصوراتي. دلوقتي انت شايف ان في خلل في الايقاع ده؟ خلل لا، انما في بطء. ده اللي مخليك قلقان؟ انا فعلا قلقان، قلقان جدا، خصوصا من ناحيه دان رابينوفيتش. ايوه بس انت كده بتغفل الحرص الطبيعي اللي عند رأفت. بعدين ما تنساش عزيز ان الخطوه دي هي اخطر خطوه في العمليه كلها. خطوه محتاجه الجساره من نوع خاص، لان مهما كانت ثقته في نفسه او سيطرته على الشخص اللي قدامه، بيفضل في مخه دايما ان في حاجات ممكن ما يكونش حطها في الحسبان، وهي دي الحقيقه. وبعدين انا شايف ان احنا مش لازم نقلق زياده عن اللزوم. لازم نحط في اعتبارنا انه خطه تامينه جاهزه، انه يقدر في اي وقت يحس فيه بالخطر انه ينط من اسرائيل على لبنان او الاردن في اقل من ساعه. هو عنده خبره كويسه في الحاجات دي ولا ايه؟ رغم من كل شيء وبكل الحسابات، كان تقديري انه لازم يكون عنده دلوقتي حاجه يقدمها، في حاجه كان لازم يقولها. ليه ما قالهاش؟ أنا عاوز أعرف منك إيه اللي حصل بالظبط. ألو في جيش الدفاع ومراته، عضو في الكنيسة ومراته، عضو في الهستدرات، عالم زر ألماني، ده غير سيرينا أهروني اللي الكل بيعمل لها حساب. الليلة عندك في صالون سيرينا تشكيل كده زي تشكيل الدولة. ديفيد ما تهربش من سؤالي. انت عاوزه تعرفي ايه بالظبط سيرينا؟ توعدني انك تقول الحقيقه مهما كانت. وبصراحه انت تعودتي مني قبل كده اللف ودوران. في حاجه بينك وبين كلارا؟ ما تضحكونا معاكم، الكلام هنا سياسه وبس. انا زهقت من السياسه. انا قلت حاجه تضحك؟ طبعا سيرينا. ايه اللي بيضحك في كلامي؟ لان انا مش من النوع اللي يعمل حاجه زي كده سيرينا. انت عارف انه دان وكلارا اتخانقوا علشانك؟ دان وكلارا دايما بيتخانقوا، مش بس عشاني. امال ايه اللي مزعله منك قوي كده؟ اساليه. يعني انت مستعد تصفي المساله دي الليله؟ اه بس اعرف هو زعلان من ايه. اوكي خليك انت هنا وانا هبعت لك دان. دان ديفيد مش عارف انت زعلان منه ليه. حقيقي انت زعلان مني دان؟ طبعا ديفيد اكيد. اقدر اعرف ايه السبب؟ تظهر نسيت مقابلتنا الاخيره. وانسى ازاي؟ انت مشيت حتى بطريقه ما كانتش حلوه ابدا. ايوه كان من الصعب عليا ان انا استنى معاك دقيقه واحده بعد اللي انت قلته، وكان الاصعب كمان ان انا اقول لاي حد مهما كانت علاقتي بيه ايه سبب غضبي منك. وإيه سبب غضبك مني؟ أنا مش طلبت منك قرض ديفيد؟ أيوه أنت كمان لاحظ إنك تركتني ومشيت من غير ما أكمل حوارنا؟ أيوه أنا حسيت إن أنا واقف قدامك عريان. الحاجات دي مفيش لها قيمة بين الأصدقاء وبعض. من المؤلم ديفيد إن أنا مدين لك بمبلغ كبير. دان
انا عرضت عليك حل لكل مشاكلك. ايوه بس مش بالسهوله دي، لازم افكر. من حقك انك تفكر. شوف ديفيد، المنظمات دي ممكن تكون شبكه تجسس. من حقك انك ترفض. ايوه بس مش قبل ما اطمئن من حسن نواياهم. وهتتاكد ازاي بقى من حسن نواياهم؟ ايوه لازم اقابل مندوب عدلي. ايوه لازم اقابل مندوب عدلي. عموما انا ما اقدرش اجزم بحاجه زي كده. وما تقدرش تجزم ليه؟ انت نسيت انها منظمه سريه. انسى ازاي؟ نسيت انها لها فروع في كل انحاء العالم. حتى لو كان الامر كده انا لازم اطمئن بنفسي. عموما انا ما اقدرش اوعدك بحاجه. شوف ديفيد، انا دان لاحظ اني ما اعرفهمش. دان لاحظ اني مجرد صديق لبعض اصدقاء. بيدفع كويس؟ ايه اللي بيضحك؟ اللي انا اعرفه انهم بيدفعوا بسخاء. دلوقتي المفروض انا وانت دايما اننا اتصفينا، لازم نرجع مبتسمين خصوصا قدام سيرينا وكلارا. ابتسم. ايه ده؟ هو انتوا كل ما تتقابلوا ما تبطلوش ده كلام مع بعض؟ ديفيد، انت هتسافر روما امتى؟ بكره على اول طياره. ايه المفاجأة دي؟ 24 ساعة بس. ديفيد، انت كنت فين؟ ايه اللي حصل يا زاك؟ فاكر الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه الليله؟ وده وقت الكلام في الذكريات يا زاك؟ انا موافق. ديفيد انت معايا؟ ايوه اوكي يا زاك. انا هحاول اعمل حاجه، بس أنا دلوقتي في ورطة. تاني؟ أرجوك ديفيد أرجوك. بس أنا دلوقتي ما معيش كاش ماني. من فضلك ديفيد، أنا لازم أدفع المبلغ الليلة. ديفيد، طب اسألهم إذا كانوا يقبلوا شيكات. لحظة من فضلك. ممكن تاخدوا شيكات؟ شيكات منك أنت إزاك؟ مش مني أنا. أمال من مين؟ من أدون سامحون. سامحون بتاع ماجي طرف؟ هو بالظبط. نسألهم إزاك، نسألهم. ونسألهم ليه؟ هم عاوزين فلوسهم وبس، وإحنا مسؤولين عنها. إزاك، لو في أي خدعة في الموضوع مش هيحصل كويس، فاهم إزاك؟ أقسم لك إن ديفيد سامحون هو اللي على التليفون، وممكن تتأكدوا بنفسكم. أوكي، هنقبل الشيك، بس لو في الأمر أي خدعة، أنت عارف إحنا ممكن ندمر مستقبلك. أوكي ديفيد، وافقوا ياخدوا شيك. أوكي، تعال خد الشيك. Thank you.
الو. اسف يا وديت اذا كنت صحيتك من النوم. حبيبي اتاخرت عليا قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ مش هشوفك. اول طياره بكره روما الساعه كام؟ انت مسافر تاني روما؟ اول طياره بكره روما الساعه كام يا هدات؟ انت نسيت ان افتتاح المقر الجديد لماجي تورز بعد يا هدات؟ والحفله والاستعدادات والدعوات والناس. ديفيد اول طياره بكره روما الساعه كام يا هدات؟ مش عارفه. الدليل في المكتب. اوكي. اول حاجه تعمليها بكره الصبح انك تحجزي لي تذكره روما على اي شركه طيران. وحفل الافتتاح؟ انا مش هغيب اكتر من 24 ساعه. يعني اجهز كل حاجه في ميعادها؟ بالظبط. تحب اعدي عليك بكره احضر لك الشنطه؟ لا يا هديت مش مهم. انا اصلي مش هاخد معايا حاجات كتير. اوكي ديفيد هتلاقي التذكره بكره جاهزه. ما تنسيش تبي تكلميني بالتليفون. بنوي. وبالنسبة لإيزاك إيه رأيك فيه؟ لا إيزاك موافق بالثلث. طب مش تستنى ما تتأكد من كلامك؟ إيزاك مستعد لأي طلب أطلبه منه دلوقتي. أنا واثق من ده كويس قوي يا مصطفى بيه. مش مهم إنك تكون أنت واثق، مهم هم في مصر اللي يقولوا كده. طيب وبالنسبة لدان؟ هو عاوز إيه بالظبط؟ عاوز يقابل مندوب المنظمة يا عزيز. طب و313 رأيه إيه في الموضوع ده؟ ديفيد متحمس جدا ورأيه إن ممكن أي حد من أصدقائنا في أوروبا يقوم بالمهمة. واضح إن دان ما طلبش الطلب ده علشان يسأل عن المنظمة ويعرف إيه أهدافها. لا، مسألة وما فيها إن دان، وده رأي ديفيد، عايز يوجد لنفسه مبرر معقول علشان يقبل. المهم في اللي هيقابله إنه لازم يكون عنده فكرة كاملة عن اللي هيقوله. لازم يبقى عنده معلومات كافية عن الجيش الإسرائيلي، تشكيلاته، السلاح الجوي، عدد الطيارات، لأن ده مهم جدا بالنسبة لدان رابينوفيتش. بس يا فندم عايز تقول إيه؟ أنا مش ميال للاستعانة بأي شخص أجنبي في العملية دي. أمال ناوي تعمل إيه؟ هخلي دان رابينوفيتش يقابل ضابط مصري. مش ممكن. هو إيه اللي مش ممكن؟ جنرال إسرائيلي يقابل ضابط من الجيش المصري ويتعاون معاه بالبساطة دي؟ وإيه الغريب في كده؟ دي منظمة عن السلام مقرها في أوروبا والمسؤولين عنها أوروبيين. هرج بالي ده مش ممكن، دي مشكلة. في مثل مصري بيقول كل عقدة وليها حلال. طب وإنت حلتها إزاي؟ أنا بالصدفة كنت أعرف واحد ضابط في القوات المسلحة المصرية اسمه جلال شرف الدين. ده اسمه الحقيقي ولا؟ وهي تفرق في روح الجن. جلال شرف الدين كان صديقي من ايام الكلية الحربية، وكانت شخصيته بتجمع بين نقيضين بينهم انسجام من نوع غريب. نقيضين بينهم انسجام؟ ايوه، كانت شخصيته بتجمع بين الارستقراطية الانجليزية وروح ابن البلد المصري الاصيل. كان والده جراح ومثقف مصري مشهور، حصل على بكالوريوس الطب من إحدى جامعات في لندن. كان شاب مصري مثالي في تصرفاته، ولأنه ولد في حي سيدنا الحسين هو حي شعبي مصري معروف، كانت سماته المصرية فيه صارخة، وأهمها خفة الدم والقدرة على الابتسام. ووقع الطبيب الشاب في غرام بنت أستاذه اللي كان بينتمي لعائلة إنجليزية أرستقراطية، واتجوزها ورجع بيها مصر. وكانت من أجمل لحظاتنا وإحنا في الكلية لما كان جلال يقلد لنا جده الإنجليزي، إزاي كان بيقابله وإزاي كان بيأكل وإزاي كان بيقعد بالليل في لانكشاير قدام الدفاية يسأل عن أحواله في مصر. وفي اللحظات اللي كان بيقلد فيها جده كان من الصعب وإحنا زملائه وأصدقائه إننا نصدق إن الشاب ده مصري، سواء في الحركة أو في اللغة. ممكن تفهمني أنت عاوز مني إيه بالظبط يا عزيز؟ عاوزك تقلد جدك. إيه؟ مالك يا جلال؟ وعشان أقلد جدي كان لازم تستأذن وزارة الحربية والمخابرات الحربية وتجيني إشارة رسمي وكل الدوشة اللي أنت عملتها لي دي. طبعًا. يا عزيز. لأنك مش هتقلده هنا في مصر. طب هات بقى من الآخر.
وما كانش صعب ان جلال يفهم المطلوب منه بالظبط، ووافق على الفور انه يقعد معايا كام قعدة عشان يعرف ايه اللي هيقوله بالظبط وطبيعة الشخصية اللي هيقابلها، كل ده من غير ما يعرف او حتى يسأل عن طبيعة المهمة اللي كان هيقوم بيها. ايه اللي خلاك تفكر في ضابط مصري مع انه كان من السهل جدا انك تجيب اي انسان اوروبي؟ اولا الحفاظ على سرية المهمة وحصرها داخل المصريين فقط. ثانيا رأفت كان رافض حضور المقابلة اللي كانت هتتم بين دان رابينوفيتش ومندوب المنظمة. احساسه الامني كان سبب رفضه انه ما عندوش استعداد انه يكشف نفسه لاي انسان خارج جهاز المخابرات المصري. بس كان عنده حق في النقطة دي. بس كان ضروري يحضر المقابلة دي. وحضر؟ ايوه، من غير ما يعرف ان جلال شرف الدين مصري. وازاي قدرت تقنعه؟ الحقيقة كان في مفاجأة في انتظاره. لا ما تقوليش المفاجأة الا في ميعادها من فضلك. بس قبل ما يسافر جلال شرف الدين كان في مهمة لابد من انجازها في مصر. شريفة الهجان. كانت شريفة وصلت لمرحلة تنذر بخطر حقيقي. بالمناسبة مدام شريفة، الأستاذ رأفة بيقول لحضرتك إنه لا. عن إذنك يا كابتن، لحظة من فضلك. الله، ما شربتش البرتقال ليه يا سعادة البيه؟ هشربه. اتفضل. إيه ده يا مدام؟ دي الفلوس اللي جابها لي صاحبكم أول مرة. وقعد يألف لي حكاية صاحبه اللي بيشتغل في السعودية. اتفضل فلوسكم اهي، والفلوس اللي حضرتك جبتها معاك النهارده تاخدها معاك. صاحبنا السعودية؟ أنا في الواقع مش فاهم أي حاجة. أنا مش عايزة الفلوس دي، مش عاوزاها. أنا عاوزة رأفة، عاوزة أخويا هقفط. أيوة مدام، ما هو ضروري هيجي. أمتى؟ أيوة الظروف، بس ما اليومين دول مش تاني هتكلمني عن الظروف يا أستاذ سهيل؟ سكتي ليه؟ شوفي مدام شريفة، أنا هقول لك على كل حاجة. ومستني ايه؟ مش قبل ما توعديني انك ما تجيبيش سيره لاي مخلوق. فين رأفت يا استاذ سهيل؟ لازم توعديني الاول يا مدام شريفه. اوعدك بس انا عمري ما خبيت. لا يا مدام شريفه لا. يعني ايه؟ يعني اي كلمه هقولها لحضرتك دلوقتي لو خرجت براك لاي مخلوق مهما كانت مكانته عندك ممكن تعرض حياه الاستاذ رأفت لخطر حقيقي. اتفضل اتكلم يا استاذ سهيل، محدش هيسمع. استاذ رأفت بيقوم بمهمه عظيمه جدا على مستوى عالي في الدوله. دوله؟ ايوه دوله مدام شريف. مين في الدوله؟ ممكن تقولي على اعلى مستوى. على مستوى جمال عبد الناصر مثلا؟ ليه لا؟ خلاص يبقى اروح واساله بنفسي. تنسيت ان رأفت ده يبقى اخويا؟ ما نسيتش يا مدام شريفة، ما نسيتش كمان انك وعدتيني. اعذرني يا استاذ سهيل. الاستاذ رأفت بيشتغل مع ثورة الجزائر. إيه؟ ما تقلقيش، الاستاذ رأفت ما بيحاربش. امال بيعمل ايه؟ بيقوم بعمليات خاصة لحساب الثورة الجزائرية. يبقى خدوا فلوسكم، مش عايزة فلوسكم. انا عاوز اخويا، عاوز رأفت، عاوز رأفت، عاوز اخويا، عاوز اخويا. اولا دي مش فلوسنا يا مدام، دي فلوس اخوك وهو اللي باعتها، وتقدر تساليه في جواب اجيب لك انا منه الرد. ثانيا انا قلت لحضرتك ان رأفة جاي وهتشوفيه وهتطمني عليه وهتفخري بيه كمان زي مصر كلها ما فخوره بيه. فين مدام؟ لا لا ورا لا مبروك ديفيد. اشكرك اشكرك دان اشكرك. اوه ديفيد اوه قد ايه انا سعيده. ديفيد شارلي سمحون، اسمح لي اقدم لك كل التهاني بمناسبه افتتاح المقر الجديد لماجي تولز. واسمحني كمان اقول لك ان انا من اول يوم شفتك فيه وانا بقول اسرائيل مش ممكن تستمر الا بالشباب المتميز اللي زيك. اشكرك 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 بخور. ايه رايك ده في
ازازة ويسكي 18 سنة. 18؟ 18 عظيم. اهلا. مبروك يا ديفيد، انا فرحان قوي للتطورات اللي انت عملتها في ماجي تورز. اشكرك اشكرك اورلو، ارجو ان دايما يفضل التعاون بيننا مستمر الى الابد. في عالم مليء بالمشاكل المعقده بيبقى مفيش مكان على ارض النجاح الا للاذكياء امثالك ادم سامحون. ومن الذكاء اني ما انساش ابدا الناس اللي وقفوا جنبي وقدموا لي ايد المساعده في الوقت اللي كنت محتاج فيه المساعده ادم ازرع. هو لسه يوسف الازرع محامي ديفيد؟ لا، محامي ديفيد اتغير. ايه ده؟ ازاي ده بقى؟ هو ده ديفيد بالظبط. انا سعيده جدا انك حضرت الحفله من الغرب. مبروك ديفيد. قول له استر اجت استر. معقول؟ اوه 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 استر استر. جيتي متاخره. انا بعتذر عن التاخير لانه ما كانش ممكن اتاخر عن حفل الافتتاح، ما كانش ممكن مهما كان. ديفيد انا بهنيك على المقر الجديد واشكرك على الدعوه. ليه يا بيلوسكي؟ اي شيء في الدنيا بيبقى له بدايه بدون شك، بيبقى له نهايه مهما طال الزمن، لكن الصداقه الحقيقيه عمرها ما بتنتهي. لكن احنا عاوزين نسمع منك كلمة ديفيد. ايوه ايوه برافو. المفروض لازم مش ممكن. ضروري ديفيد ضروري لازم تقول كلمة. في الحقيقة أنا لما فكرت إني أعمل افتتاح لماجي تورز في مقرها الجديد كنت محتار بين شخصيتين لأصل شديد. كان في سيرينا أهروني، أكثر الأصدقاء تفهما وحنانا وأقربهم إلى نفسي. وكان في إستر جادوسكي اللي وقفت جنبي في أحلك الظروف وضحت وعملت المستحيل علشان ماجي تورز تفضل تبقى وتعيش تستمر. وفضلت محتار بين الاثنين لحد استر العزيزة ما حلت المشكلة بأنها جت متأخرة عن ميعاد الافتتاح ربع ساعة. أنا بشكرك إستر إنك جيتي. وأنا بشكرك لأنك وجهت لي الدعوة. ما كانش ممكن يحصل افتتاح من غيرك. إذا كان ديفيد احتار بينا إحنا الاثنين علشان مين يقص الشريط، فمن حقي نص الرقصة الأولى إستر. أنا سعيدة قد إيه؟ عينيكي بتقول سيرينا. مش عشان ماجي تورز بس، في أسباب تانية؟ أنت ديفيد، أنت إنسان رائع. اللي عملته مع إستر جادوسكي كان حقيقي عظيم. بس أنت ناسية حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ إن أنا كنت محظوظ جدا لأنكم كنتوا جنبي من البداية. باين
عايزه اقول لك حاجه مهمه. قولي كلارا. انا بحب ديفيد سامحون جدا. وانا كمان. انا كمان بحبه قوي كلارا. عاوزين ايه؟ ابدا، تهنئه بالمقر الجديد. اوكي، خلي البرقيه هنا. في حاجه تانية؟ بيخش شريط طالب مواد. ايه السبب؟ ما قالش، قال انها علاقه خاصه. المفروض ان مدير ماجد تورزي بعرف كل حاجه، اعرفها ودرسها ويكون رايه فيها قبل ما يعرضها عليا مدموزيل مردخاي. مالك يا هدات؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ وانا ما قلتلكيش ان بقيتي مدير ماجي تورس ديفيد. عشان كده من بكره لازم تعملي اعلان في جرايد تطلبي فيه سكرتيره جديده لماجي تورس. لاحظي اننا هنعمل الاختبارات سوا. ده كتير كتير قوي يا حبيبي. احنا اتوسعنا في شغلنا طبعا نتيجه للضغط الكتير اللي كان علينا. ولاحظي ان انا في الايام اللي جايه هكون مشغول جدا، خاصه مع الشركات الاوروبيه، عشان كده لازم يكون في حد مسؤول في المكتب وموثوق فيه ويعرف يمشي الشغل كويس جدا وانا مش موجود. اوعدك اني اكون عند حسن ظنك. فهمتي نينو طبيعه شغله الجديد؟ ادخل. نينو ادم بن عمتاي بره وبيقول اذا كان ادم سامحون ما عندوش وقت ممكن يجي وقت ثاني. خليه ينتظر دقايق. اوكي ادم سامحون. نينو ادم سامحون. مبسوط في الوظيفه الجديده؟ انا متشكر متشكر جدا ادم سامحون. ما تنساش المدرسه والمذاكره اهم عندي من الشغل. كل الاختبارات بتاعت المدرسه ادم سامحون كويسه جدا. متاكد؟ جفيرة مردخاي شافت تقرير المدرسه. هو التقرير كويس بس ممكن يكون احسن. اها شفت التقرير المره الجايه يبقى احسن. نينو فاهم؟ اوعدك اوعدك ادم سامحون. مالك يا هدات؟ قد ايه انت انسان كويس؟ لو كنت اتحرمتي من التعليم وانت صغيره كنت عرفتي انا بعمل كده ليه؟ دخلي بنعمتي. في اسئله تانية يا جلال؟ اذا كان على الاسئله في اسئله بس في حاجه تانية. زي ايه؟ في شويه قلق. هو ده امر طبيعي يا جلال. جلال ده ايه بقى؟ ايه مالك؟ مستر جريج من فضلك. في دي معاك حق. شوف يا سيدي، هتوصل امستردام هتلاقي ممدوع عزت في انتظارك وهتلاقي كل حاجه جاهزه ان شاء الله. اطمن يا عزيز. في رعايه الله يا جلال.